السلام عليكم، يسعد اوقاتكم اعزائي المتابعين. اليوم رح نسلق الفاصولية بدون ما ننقعها قبل بيوم. متعودين ننقع الفاصولية قبل بيوم ونطبخها تاني يوم حتى تستوي، لكن اليوم الطريقة اللي رح اعرضها رح تسهل عليكم وتسرع عليكم كتير، رح تنال اعجابكم. بخمس دقايق رح تستوي، واذا كنتوا اول مرة عم تشوفوا المحتوى وعجبكم محتواي بتمنى منكم الاشتراك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد من القناة. اي نوع من الفاصولية بيزبط وبيستوي بهي الطريقة، بس ما تكون مخزنة لأكثر من سنة او سنتين. يعني اذا رحتوا تشتروها من عند البياع ما تكون الى عنده سنين مخزنة، هذا بيأثر عليها ما بتستوي. هلأ بطنجرة على الغاز بنحط كمية منيحة من المي، لازم تكون المي كمية منيحة حتى تاخد حبة الفاصولية راحتها وتشرب كمية مي وما تنشف المي من عليها وتستوي. بس بلشت تغلي المي ووصلت لدرجة الغليان وبلشت تطلع فقاعات، منحط حب الفاصولية بقلبها ومنخليه يغلي معاها، ومنحط فوقه معلقتين سكر او معلقة حسب الكمية اللي انتوا عم تسلقوها. منخلي حب الفاصولية يغلي مع المي، ما منحطه قبل ما تغلي المي، منحطه وقت اللي بتبلش تغلي. منخليه يغلي مع المي ربع ساعة، منعير على الساعة ربع ساعة، منخليه يغلي مع المي. منلاقي حب الفاصولية بلش يفوش اول دقيقتين على الوجه، منغطي الطنجرة باحكام ومنخليها على نار عالية، ما منوطي النار، ومنخليها ربع ساعة. هون كشفنا الغطاء بعد ربع ساعة، هذا شكل حب الفاصولية بعد ربع ساعة. بلشت تنفش الحبة وشربانة من المي منيح، بلشت تكبر حبة الفاصولية. بعد ربع ساعة مثل ما شفنا بالغليان، هلأ منطفي الغاز ومنغطي الطنجرة ومنجيب شقفة قماشة سميكة ومنلف الطنجرة فيها، يعني منكمر الطنجرة بعد ما نطفي الغاز، منكمر الطنجرة بقماش حتى تحافظ على درجة المي المغلية وتستوي حبة الفاصولية على مهلة بقلب المي المغلية وهو مطفي الغاز لمدة ساعة. مخليها بهذا الشكل مدة ساعة كاملة. بعد ساعة رح نكشف عليها وورجيكم كيف حبة الفاصولية فتحت واستوت أكثر من 3/4 الاستواء، يعني تقريبا استوت على الكامل ولسه المي هون سخنة كتير. هلأ هون فينا إما نرجعها بميتها على الغاز 5 دقايق فقط بتدوب بتستوي وبتهتري حبة الفاصولية، بتوصل لدرجة منيحة من السويان 5 دقايق هي وميتها، أو حسب ما بتطبخوها. إذا كنتوا عم تطبخوها مثلا مع لحمة مسلوقة، سلقتوا اللحمة ومية اللحمة وهي عم تستوي، شايفين هون عم برجيكم كيف مستوية تقريبا على الآخر حبة الفاصولية بعد نقع ساعة بالمية المغلية وهي مكمورة. مثل ما قلت، إما منشيل الطنجرة بميتها منحطها 5 دقايق على الغاز، أو حسب أنتم ما بتطبخوا الفاصولية. يعني بعد هي المرحلة بدها 5 دقايق حتى تستوي وتدوب وتتنهنى على الآخر. شايفين هون أنا رجعتها 5 دقايق بعد غليان 5 دقايق، رح ورجيكم كيف دايبة دوبان بعد 5 دقايق غليان على الغاز. الطريقة كتير ناجحة وكتير بتسهل علينا وكتير بتسرع علينا. بتمنى يكون هالفيديو نال اعجابكم، بتمنى قناتي تعجبكم ومحتواها يعجبكم، وتحطوا لي اشتراك ولايك للفيديو حتى تكبر القناة. فيكم بدعمكم بمحبتكم.